وسط جدل وأنباء متضاربة بشأن حضور المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا، افتتاح المؤتمر وانسحاب الفصائل السورية القليلة التي قررت المشاركة في مؤتمر سوتشي واتهام بعضها لروسيا بدعم الأسد، إلا أن موسكو أبت إلا أن تستأنف وقائع المؤتمر الجدلي. ويبدو أن مهمة الحضور اقتصرت على تشكيل لجنة لإعداد دستور سوري جديد برعاية الأمم المتحدة وسط تمسك دي مستورا برئاستها، بالإضافة إلى الخروج بجملة من التوصيات تشبه إلى حد كبير ما خرجت به بقية المؤتمرات السابقة حول سوريا. إذن لا جديد، والكرة مجددا إلى ملعب الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 بشأن الانتقال السياسي، والغائب الأبرز عن أي طرح هو مصير النظام السوري أو أي مبادرة سياسية للحل، ما يطرح التساؤل بشأن لماذا جاءت محطة سوتشي وماذا حققت؟